السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوك. اليوم ما شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم ميني كيش اللي كيجيو بواحد لاباط اللي هي اقتصاديه وكتجي هشيشه وزوينه. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير اللي هي بسيطه. على بركه الله. بالنسبه للمقادير انا غادي نخدم وفي نفس الوقت غادي نذكر معكم المقادير. عندي هنا بصله اللي هي متوسطه اللي قطعتها طريفات صغار، عندي 4 المعالق ديال الزيت البلديه وغادي نردها تشحر. هنا عندي 200 غرام ديال الكفته وعندي 2 دروس ديال الثومه. من بعد ما شحرت الكفته، من بعد ما شحرت البصله كتعتبر تنزلات، دابا كنحك هذوك 2 دروس ديال الثومه ومن بعد غادي نضيف الكفته. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الكفته يدير الدجاج ولا لا داند ولا الطون يديرها، يعني اختيار كيبقى ليكم. هنا كنضيف الملحه حسب الذوق وكنضيف واحد نص معلقه ديال الهريسه، بالنسبه للحار كيبقى حتى هو اختياري. وعندي معلقه صغيره ديال سكينجبير ويبزار، وعندي نضيف واحد نص معلقه ديال فلفله حمراء. صافي غادي نرد هادشي يتشحر مزيان هكا حتى كطيب لي الكفته ديالي مزيان، يعني خاصها طيب عاد تنضيف سابانيغ. بالنسبه لسابانيغ عندي 250 غرام يعني رابعه اللي غسلتهم ونشفو وقطعتهم هكا. صافي كنديرهم على هاد الطريقه وكنغطيهم وكنجهد البوطه باش ما يطلقوش الماء وكنغطيهم عيب ما ينزلون. بعد ملي كينزلو كنبقى نحرك. وبالنسبه لهذا هي الحشوه ديالي هكا كتجي رائعه بهذا الشكل، البوطه كتكون مجهده. هنا غادي ندوز معاكم نحضر لاباط اللي هي اقتصاديه وزوينه. عندي 250 غرام ديال الطحين وعندي بيضه، 2 معالق زيت البلديه و2 معالق زيت الروميه و2 معالق ديال الخل، يعني 2 2 2. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، ملحه بطبيعه الحال القياس. عندي هنا خميره ديال الخبز حبوب نص معلقه كبيره. صافي هادو هما المقادير. صافي كنجمعها بالماء اللي هو دافي، كنعجنها كنحاول نجمعها وكنعركها واحد شي شويه، ومن بعد كنديرها في السلوفان على ما كنوجد ليمون كنرجع نطلقها، يعني ما كنخليهاش وقت اللي هو طويل. صافي من بعد ما طلقت العجينه ديالي ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه يعني القياس، كنطبعها بهذا الطابع القياس ديال الليمون. بالنسبه للليمون انا دهناهم بالزبده ورشاهم بالطحين. وصافي كنلبس الليمون ديالي كاملين هكا، الا بقى لنا العجين يعني خارج كنحيدوه. صافي غادي نلبس الليمون ديالي كاملين وعادي نرجع لكم. صافي من بعد ما لبست الليمون ديالي دابا كنحاول نثقبهم كاملين باش ما يتنفخوليش. بالنسبه للفران انا عندي سخون غادي ندخلهم الفران شاعله من الفوق باش يتحمروا. هنا عندي اباري كيش، عندي 3 د البيضات وياغورت ناتشور وكاس ديال الحليب، خماره، معلقه كبيره ديال النشا، شويه ديال البزار وسكينجبير والملحه. هذه هي اباري كيش اللي كندير انا، ما كنديرش كريم فريش، هادي كتجيني اقتصاديه. هنا عندي فرماج محكوك ومطبيعه الحال الحشوه اللي حضرت معاكم. بالنسبه للفرماج عندي تما واحد 150 غرام، يعني كتديروا قياس اللي بغيتو. هنا عندي بالنسبه لهاد لي كيش عطاوني 20 وحده، الا بغيتو ديروا حجم كبير ديروه. صافي كنعمر الحشوه ديالي من بعد بطبيعه الحال ما طابوا لي كيش
من الفوق عيشي شويه ماشي بزاف، من التحت راه باقي خضرين صافي. من بعد ما كندير الحشوه كنضيف الفرماج، ومن بعد عاد تنضيف هذيك اباريكيش من الفوق، داك الخليط اللي درت معاكم. حاولوا ما تعمروش بزاف باش ما يفيدولكمش. صافي دخلتهم الفران اللي شاعل من التحت ومن الفوق على 150 درجه، تاخذوا الشكل ديالهم، تحمروا على هذا الشكل هذا وصافي. من بعد كنخليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد تنخرجهم. ها هما كيجيو محمرين من التحت ومن الفوق وكيتحيدوا بسهوله، يعني كتشدوا عين الموس كتحاولوا تصاوبوا من الجنيبات هكا شي شويه باش ما يتهرسوا لكمش، وكيتحيدوا بسهوله بهذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا اللي زينتهم بشي شويه بفرماج، كيبقى التزيين اختياري. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وبصحه فطوركم، الله يتقبل منا ومنكم. الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.